كانت تهتز طرباً لأشعار المتنبي وألحان الفارابي، تتراقص فرحاً مع قلب أبي فراس الحمداني العاشق. إنها حلب أم الطرب والأدب، ولكنها ذات يوم كئيب من القرن الثاني عشر الميلادي اهتزت عندما تأوهت الأرض ورجفت أوتادها في 11 من أكتوبر عام 1138. عصف الزلزال المدمر بسيدة مدائن الشام، وشعر به وبتوابعه أهل دمشق والقدس. فسجل مؤرخو دمشق كابن القلانيسي الزلزال الرئيس يوم الأربعاء 11 من أكتوبر 1138، وأكد أنه سبق بزلزال مبدئي في 10 من أكتوبر، ولحقته هزات ارتدادية مساء 20، 25، و30 من أكتوبر. صنفت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية زلزال حلب رابع أخطر زلزال عرفته البشرية، والأكثر دموية في التاريخ بعد زلزال شانشي والمحيط الهندي وتانكشان في الصين. وبحسب المؤرخين بلغ عدد ضحايا الزلزال 230 ألف قتيل، وقدرت شدته بثمان درجات فاصلة 5 على مقياس ريختر. فدمر الزلزال المنازل وأسواق المدينة، وهدم جدران قلعة حلب الشرقية والغربية، وكانت حارم أكثر المناطق تضرراً، حيث أكدت المصادر أن قلعتها دمرت، وانهار حصن الأتارب على 600 من حرسه فقتلهم، وطمرت مدينة زردنة تماماً، وكذلك الحصن الصغير في شية، وسجل المزيد من الأضرار الكبيرة في أرياف حلب. كان زلزال حلب الرهيب أكبر هزة تشهدها المنطقة العربية، وسجلها المؤرخون في الشام والأناضول وبعض بقاع أوروبا القريبة، ثم سجلوا أيضاً نهوض المدينة التي لا تموت، والتي ما زالت تدهشنا بفنها وأدبها وطربها حتى اليوم.